مرحبا، اليوم بدي أحكي لكم عن ورشة العمل اللي راح تقام في بيت الحرف في جبل الويبدة يوم الجمعة ويوم السبت بتاريخ 5/1 و6/1. ننفصل شوي في ورشة العمل هاي. بدها تاخد 3 أجزاء رئيسية من استراتيجية من استراتيجيات التصميم. أولها كيف بدنا نحلل الفاليوز لأي مشروع بدنا ناخده، بعدين من الفاليوز هاي بدنا نكتب فيها شوية أسطر بسيطة وبدنا نوزع الفاليوز هاي، بدنا نعرف شو أنواع الفاليوز اللي إحنا نشتغل عليها. تنين من الفاليوز بدنا نطلع كمان كيوردز، في أشياء اسمها الكيوردز اللي هي زي رؤوس الأقلام، أو إذا بدنا نحرك أو إذا بدنا ندور على كلمة إلها علاقة في المشروع هاي تسمى الكيورد، فعشان نعرف إيش في أشياء بتسهل علينا في البحث في الريسيرش أو بالمنبلش في المشروع. من بعد ما نطلع الكيوردز بدنا نلاقي كمان إشي اسمه البيرسونا. البيرسونا هي شخصية تخيلية راح تعيش داخل هذا المشروع أو البروجكت، أو راح تتعامل مع البرودكت اللي إحنا نشتغل على تصميمه. الكيوردز هاي، وبعد ما نطلع كمان البيرسونا ونتخيل مين الشخصية اللي بدها تعيش في هذا المشروع، مين بدها تتعامل مع هذا البرودكت، بدنا نلاقي المود بورد. بدنا نطلع شيء له علاقة في المشروع من ناحية الأحاسيس المشاعر. بدنا نقنع الهدف من كل هاي الحفلة اللي بدنا نشتغل فيها، بدنا نقنع العميل أو الكلاينت اللي بده يجينا نشتغل له إحنا المشروع هاد، إنه في إحنا طالعين باستراتيجية أو طالعين بكونسبت كتير قوية. الكونسبت هاي نابعة من استراتيجية إحنا حاطينه لها، ورسالتي هي للديزاينرز بشكل عام، الانتيريورز على البرودكتس على الفاشن وعلى الاركيتكت كمان. مهم جدا إنه تبادروا في التسجيل، المقاعد جدا محدودة، اتصلوا على الأرقام ومنشوفكم إن شاء الله. شكراً.